السلام عليكم. محتجات يطالبن الأمم المتحدة بوقف الانتهاكات بحق المختطفين من قبل ميليشيا الحوثي. وتقول الأنباء الواردة من صنعاء إن العشرات من أسر المختطفين شاركن في الوقفة الاحتجاجية والتضامنية التي نفذت صباح اليوم أمام مبنى الأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء. وتهدف الوقفة بحسب المنظمات إلى التضامن مع مئات المختطفين في سجون الميليشيا الذين يتعرضون لانتهاكات ومضايقات وإهانات. وكانت المعلومات الواردة من هنا قد أكدت لقاء ناشطات من المحتجات والحركات النسوية بمسؤول العلاقات الخارجية في مكتب الأمم المتحدة بصنعاء، حيث تم طرح معاناة المختطفين وما يمارس ضدهم من ابتزاز وانتهاكات، من بينها التجويع الممنهج والتعذيب النفسي والجسدي بجانب الاختطاف خارج القانون. المسؤول الأممي الذي قيل إنه أبدى اهتمامه بالموضوع ووعد ببذل الجهود لمؤازرة قضية المختطفين، وسؤال الذي يطرح نفسه: أين الدور الأممي هنا تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في بلادنا؟ وإلى أين وصل ملف إطلاق سراح المختطفين فيما يتعلق بما سمي بإجراءات بناء الثقة؟ وأين المراصد الحقوقية التي تبرز معاناة المختطفين والانتهاكات التي ترتكب بحقهم؟ وهل نحن أمام ملف أسود سينفتح في يوم ما ويفتح حقائق صادمة عن معاناة المختطفين هناك في سجون التعذيب الخاصة بالميليشيا الانقلابية؟ أم أننا أمام متحف أسود يتم التوثيق له ضمن إرشيف القهر في المرحلة السيئة التي تعيشها بلادنا في زمن الانقلاب؟ حول معاناة المختطفين في السجون السوداء ستكون تناولاتنا في حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، ولكن بداية دعونا نشاهد هذا التقرير. سجن وتعذيب حتى الموت، هذا هو ملخص أسوأ مسيرة قمع تشهدها البلاد منذ أن أسقطت ميليشيا الحوثي بدعم من القوات الموالية للمخلوع صالح صنعاء ومعها مؤسسات الدولة، ووضعت اليد على مقدرات البلاد. بين مظاهر الحرب المعلنة على اليمنيين تبدو معركة الاعتقالات والتغييب القسري هي الأسوأ والأنكأ. فهذا سليمان إبراهيم ابن تهامة يفارق الحياة تحت تعذيب لا يرحم من عصابة تمتهن الموت والتعذيب دون أن يرف لها جفن. سلطة أمر واقع منفلتة تنشر الرعب والدمار والخراب، وتضع الناس في معتقلات سرية وتقدمهم دروعا بشرية، ثم تصرخ عبر شبكاتها الناعمة المبثوثة في ثنايا الفضاء الاجتماعي والمؤسسات الدولية والعواصم الغربية لتقدم صورة مغلوطة عن الطرف الذي ينتهك حقوق الإنسان في اليمن. تعمل الميليشيا عبر شبكتها الناعمة على استغلال الأخطاء الهامشية لقصف التحالف لتقول إن هذا هو أسوأ ما في حرب اليمن. يعني هناك أكثر من 5000 أعظمهم من المدنيين الذين سقطوا ضحايا لهذا العدوان. أنت تسجل ولا إيش لو سمحت؟ إيه. ومقابل ذلك تتعمد طي ملفات مثقلة بالممارسات اللا إنسانية التي تقدم عليها الميليشيا، ويتعدد ضحاياها بين سياسيين وصحفيين وناشطين. ليس إبراهيم سليمان وحده من واجه عنف الميليشيا، وإن كان أحد من دفعوا الثمن الأغلى. فأكرم زهر من أبناء مديرية الدريهمي له قصة عذاب أخرى عاشها مع الميليشيا في سجن البحث الجنائي بالحديدة، خرج بعدها فاقدا للذاكرة وفاقدا حتى القدرة على السير على قدميه. تضج سجون الميليشيا المعلنة منها والمخفية بأنين المعتقلين الذين انتهى بهم المطاف إلى مصير سيء كهذا. ففي هذه السجون لا توجد معايير محترمة ولا كرامة لكريم قرر أن ينحاز لوطنه في لحظة السطو المسلح على الدولة. عصابة بامتياز لا تعتقل وتعذب فقط، وإن كان هذا أسوأ ما تفعل، ولكنها تساوم أيضا. السوق السوداء لم تعد تقتصر على المشتقات النفطية، فثمة سوق مستهرة يقوم فيها قادة هذه الميليشيا بالاعتقالات بهدف الحصول على فدية. تواجه العائلات الميسورة تحديا بسبب هذا النوع من الممارسات، حيث تجبر على دفع ملايين الريالات لإطلاق أبنائها من سجون الميليشيا سيئة الصيت، وبعض هذه العائلات لا تسلم من إعادة الكرة. صرخات المعتقلين تستحث السلطة الانتقالية على الإسراع في إنهاء نفوذ الميليشيا، وطي صفحة هي الأسوأ من الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن. عودة إليكم مشاهدينا الكرام، ولمناقشة هذا الموضوع سيكون معي هنا في الاستوديو الأستاذ محمد الأحمدي منسق القانوني لمنظمة الكرامة في اليمن. مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخير. بداية أستاذ محمد، يعني هناك مختطفون ومغيبون أيضا في السجون يتعرضوا للانتهاكات وتجويع وتعذيب وللعديد من الممارسات اللا قانونية، كيف يمكن أن نبدأ في هذا الملف السيء من وجهة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجمهور قناة بلقيس، وتحية للشعب اليمني الصامد في وجه هذه الميليشيات المتغطرسة العدوانية.
الله عز وجل يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الكرامة الإنسانية المتأصلة في الإنسان اليوم تتعرض لهجمة بشعة من ميليشيا انقلابية عدوانية لا تراعي يعني حق الله على الأقل في الإنسان، عندما يتم اختطاف أناس وتغييبهم في السجون السرية ثم بعد ذلك يخرجون جثث هامدة. نحن نتحدث في الحقيقة عن جماعة فاشية بكل ما تعني الكلمة، عن عصابة مهما ادعت أنها على صلة بالمسيرة المزعومة القرآنية أو غيره، إلا أنها في الحقيقة هذه الممارسات تنم عن إشكالية أخلاقية في النفسية التي تحملها هذه العصابة. نحن في الحقيقة دعينا نعود قليلا فقط إلى تاريخ هذه الفكرة التي تعتنقها ميليشيات الحوثيين وتحالف الإنقلاب. التاريخ اليمني يخبرنا أنهم مارسوا جرائم إبادة في حق المطرفية وهي إحدى فرق الزيدية في اليمن. هذه العصابة أو الموروث التاريخي الذي تستند عليه موروث مليء بالعنف والأحقاد وإهانة كرامة الإنسان. عندما قتلوا الفقيه سعيد الثائر المصلح الاجتماعي في اليمن مثلوا بجثته. نحن إذن نتحدث عن مسيرة مظلمة من الانتهاك وإهانة الكرامة الإنسانية. يبدو أنهم يفرغون أحقادهم بهذا الشكل أو أنهم يعانون أزمة أصلا في الكرامة الإنسانية أو في معنى الإنسانية في الحقيقة، لأنه لا معنى لإنسان يقدم على تعذيب شخص محتجز لديه وإهانته بهذا الشكل مهما كانت المبررات. يعني هل أفهم من كلامك أن القمع هو من الأسس الفكرية لدى هذه الجماعة؟ بالضبط، نعم هو كذلك. الثقافة القائمة على العنف، نحن نستشف من هذا السلوك وهذه الممارسة بشكل واضح أن هناك يعني أو أن هذا يؤكد أن الثقافة التي تستند عليها هذه الميليشيا تغذي هذه النزعة نحو الفاشية وانتهاك كرامة الإنسان على هذا النحو المتوحش والعدواني. يعني من قبل شاهدنا صورا لبعض الضحايا الذين تم اختطافهم. هذه الثقافة هي الموروث الإمامي؟ بالضبط، هو الموروث الإمامي، نعم هي خليط أيضا من الموروث الإمامي والخميني، الثورة الخمينية وغيرها، يعني خليط من العنف والأحقاد وإثارة كل يعني معاني الحقد والكراهية ضد الآخر. في السابق أتذكر أنه نشرت صور لضحايا تعذيب في سجون ميليشيات الحوثيين، اختطفوا وكانوا أئمة مساجد يصلون صلاة الوتر، كانوا يؤدون التراويح في رمضان، نعم يؤدون صلاة التراويح، وتم اختطافهم وتعذيبهم، وبعض الناشطين تمكنوا من زيارتهم إلى المستشفى وتوثيق حالتهم. أتذكر حينها أن الوجه الناعم أو الوجوه الناعمة لهذه الميليشيا الإجرامية بدأت تستخف بهذه الصور وتنكر هذه الجريمة أو تحاول تبريرها. اليوم نحن أمام سجل حافل من هذه الممارسات وهذا السلوك العدواني المتوحش. تعتقد أستاذ محمد لو كان هناك وقفة جادة من المجتمع لرفض تلك الممارسات التعذيبية التي حدثت، ما كنا وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم؟ يعني في الحقيقة كان هناك للأسف تقاعس كبير سواء من القوى السياسية، يعني لم تكن تفهم حقيقة هذه الميليشيا التي كانت تتذرع بالمظلومية وترفعها في وجه الآخرين، بينما هي في الحقيقة جماعة ميليشاوية ذات مشروع موت، ليس إلا مشروع متوحش لا يقبل الآخر إلا أن يكون مهانا ومستعبدا أو قتيلا أو شريدا. فكان هناك بالفعل عدم فهم لدى القوى السياسية أو حتى المجتمع، والجزء الكبير من هذه الإشكالية يعود أساسا ربما إلى سياسة التجهيل والتي مارستها الأنظمة النظام السابق في حق المجتمع، وعدم التعريف بخطر هذه الأفكار الخطيرة يعني ومدى خطورتها حتى على المجتمع وعلى النسيج الوطني. أيضا كان هناك غض طرف واضح وعدم فهم أيضا حتى من المجتمع الدولي وربما حتى المحيط الإقليمي لحقيقة هذه الميليشيات ومدى توحشها على يعني واستغلالها فقط للمظلوميات والبكائيات وصولا
ما نشاهده اليوم من هذا البطش والفاشية والعدوان. نعم. طب لو بدأنا أستاذ محمد يعني بلحظة اليوم الذي شهد وقفة احتجاجية من قبل مجموعة من النساء ومن أسر بعض هؤلاء المختطفين أمام الأمم المتحدة، كيف تقرأ مثل هذا؟ يعني في الحقيقة هذه خطوة لا نملك إلا أن نقف إجلالا لهذه النسوة التي كسرنا حاجز الصمت والخوف في المجتمع وخرجنا، وهن يعني يطالبن بمسألة يفترض أن نكون قد فرغنا منها سواء حتى على مستوى الأمم المتحدة، ينبغي أن تكون مهمتها ومسؤوليتها وهيئات الأمم المتحدة في اليمن أن تكون مسؤوليتها بالدرجة الأولى مثل هذه القضايا، يعني وأن لا تنتظر فقط حتى تسمع أصوات الضحايا أو ذوي الضحايا، يفترض أن يكون لها مبادرات سريعة ل الالتفات إلى هذا الملف، يعني ملف المختطفين في السجون وكيفية إساءة معاملتهم، الذين يدخلون هذه المعتقلات السرية ثم يخرجون جثث هامدة، وللأسف هناك غض إلى الآن، غض طرف واضح، يعني هناك معتقلات سرية ومراكز احتجاز سرية أنشأتها هذه الميليشيات بعد سقوط العاصمة صنعاء، ولا تزال تغض الطرف، يعني لم نسمع بان كي مون أو غيره من مسؤولي الأمم المتحدة يندد بهذه الممارسات رغم بشاعتها و... نعم. سأعود إليك أستاذ محمد، لكن اسمح لنا أن ينضم إلينا أيضا عبر الهاتف الأستاذ توفيق الحميدي مسؤول الرصد والتوثيق بمنظمة سام من جنيف. مساء الخير أستاذ توفيق. وضيوفك الكرام وجميع مشاهدي قناة بلقيس، أهلا بك معنا أستاذ توفيق، ودعني أبدأ من موقعك، يعني أنت الآن في جنيف ربما لتقديم ملف حسب يعني اطلاعنا حول هؤلاء المختطفين الذين يتم الزج بهم في سجون الميليشيا، حدثنا عن هذه النقطة. في حقيقة الأمر قضية المختطفين والمخفيين قسرا هي قضية شائكة ومعقدة ومتحركة في نفس الوقت. نعم. كل يوم ربما تكبر وتزيل تعقيدا، لأن هذه القضية أخذت مجموعة من الأبعاد سواء الإنسانية والسياسية. على فترة عام كامل اختطفت الميليشيات ما يقارب 8000 من المعارضين لها على مستوى اليمن، المخفيين قسرا حتى هذه اللحظة ما يقارب 2706، المعذبين في سجون الميليشيات ما يقارب 1070. إشكالية هذا الأمر اليوم أنه كثير هنالك محاولة لجر هذا الملف من الإطار الحقوقي إلى الإطار الإنساني، بحيث يطرح على طاولة المفاوضات السياسية للمزايدات فيه. لكن ما الفرق أستاذ توفيق، يعني ما هو الفرق بين الملف الحقوقي والإنساني؟ هل أوضحت للسادة المشاهدين؟ لا، نقصد السياسي والحقوقي في نفس الوقت. نعم. السياسي والحقوقي هناك فرق. القضية السياسية أنه يريدون المعتقلين كورقة سياسية للمفاوضات بين الميليشيات والحكومة الشرعية، لكن هي قضية إنسانية لأنه إنسان له الحق في الحرية، الحق في الحياة، الحق أن يعيش في بين عائلته، الحق أن توجه له تهمة إذا كان هنالك تهمة واضحة، لكن مع ذلك نحن نقول أنه مختطف في ظل اللا سلطة. ولذلك إشكالية هذا الملف أنها تعدت المختطف المخفي قسران إلى أسرته. كثير اليوم من أسر المخفيين قسران تطالب بمعرفة مصير هؤلاء المختطفين، هل هم أحياء أم أموات؟ وهذه أيضا إشكالية كبرى. نحن اليوم في جلستنا مع المقرر الخاص للمخفيين قسران داخل مبنى الأمم المتحدة في جنيف أكدنا مثل هذا الأمر وقدمنا لهم الأرقام، ووجدنا أن هنالك تفاعل، لكن يبدو أن هنالك أيضا إشكالية في التعامل مع هذا الملف حتى على المستوى الأممي. لماذا أستاذ توفيق هذه الإشكالية؟ هنالك إشكالية تتعلق بأمرين، هنالك إشكالية تتعلق بالجو العام الذي يدور في اليمن وتعامل الأمم المتحدة مع هذا الملف، وإشكالية تتعلق بالإجراءات المتعلقة بعلاقة المقررين الخواص مع الحكومة، لأن المقررين الخواص هم يتعاملون ويتخاطبون مع حكومات شرعية. نعم. بينما الموجود في اليمن ميليشيات انقلابية وحكومة غير شرعية، وبالتالي لا يستطيعون التواصل المباشر معها، وهذه شكلت إشكالية في عمل المقررين الخواص في ملف المعتقلين قسرا داخل اليمن.
لذلك نحن اليوم قدمنا تقارير، قدمنا إحصائيات، ومركزين على البعد الإنساني لقضية المختطفين. نعم. طيب أستاذ توفيق، هذا الملف يعني الذي أنتم بصدد يعني التعامل معه مع في جنيف، هل هناك يعني مساندة لكم من قبل الحكومة لطرح هذا الملف ربما بصورة أكثر قوة من يعني تقديمه كمنظمات؟ احنا في حقيقة الأمر حريصين جدا على أننا نعمل في إطار مستقل. نحن منظمات مجتمع مدني بعيدين عن الجانب السياسي، بعيد عن التأثير الحكومي، نريد أن نقدم أنفسنا بهذا الشكل. كثير من الناس يريدون يشوهوا هذه الصورة ويعتبرون أن المنظمات اليوم الموجودة في جنيف هي أحد الأفرع السياسية للحكومة اليمنية. نحن ليس كذلك، نحن منظمات حكومية، عفوا منظمات مدنية، ناشطين حقوقيين إعلاميين، تبنينا قضايا المختطفين في اليمن، الصحفيين، السياسيين، الأكاديميين، كافة مستوى الشعب، أخذنا معاناتهم وطرحناها. نعم. طيب ماذا عن التمثيل؟ نعم، ماذا عن تمثيل الميليشيا في هذا المؤتمر أستاذ توفيق؟ هل هناك لهم الميليشيات؟ نعم. موجودين معروفين بالاسم، موجودين مشبكين مع منظمات إقليمية سواء من البحرين أو من العراق أو من إيران، هم أيضا حريصين على تقديم صورة معكوسة فيها مغلوطة لهذا الأمر، ويريدون أن يحددوا أن القضية غير ذلك. ولذلك المعركة اليوم أيضا داخل الأمم المتحدة هي معركة في الجانب الإنساني، الانتصار للحق، الانتصار للضحايا، أو إبقاء الملف طي الكتمان. ولذلك المعركة أنا أعتقد على أشدها، نحن جئنا نمثل الشعب اليمني، جئنا نمثل الضحايا، جئنا نمثل المعتقلين، جئنا نمثل أصحاب البيوت التي هدمت، جئنا نمثل تعز المحاصرة، جئنا نمثل كل أطياف الشعب اليمني بما فيهم الذين انتهكت حقوقهم حتى لو كانوا من طائرة التحالف، لأننا نحن حريصين على تقديم الانتهاكات كما هي كاملة، نبحث لأي طرف من الأطراف. نعم جميل. رغم أن هناك يعني من يتحدث بأن هناك طرف فقط يتحدث عن ما تحدثه ميليشيا الانقلاب، وهناك طرف فقط يتحدث عن يعني ما يحدث من طائرات التحالف، ولكن جميل أن تتبنوا وجهة نظر الإنسان اليمني دونا عن أي ضغوط. شكرا جزيلا لك أستاذ توفيق الحميدي، مسؤول الرصد والتوثيق بمنظمة سام، كنت معنا عبر الهاتف من جنيف. عودة إليك أستاذ محمد، يعني الموضوع ربما سيطرح بشكل أقوى في جنيف، ولكن كما سمعت معنا هناك يعني ربما لا يوجد حزم كافي في هذه المسألة. يعني في الحقيقة أنا أتذكر في هذا السياق، يعني بعد التحية للأخ توفيق ولكل الناشطين العاملين في مجال حقوق الإنسان وجهودهم في كشف الوجه الحقيقي لهذه الميليشيا العدوانية الفاشية والاهتمام بملف حقوق الإنسان على الصعيد الدولي. أتذكر في هذا السياق أنه منذ وقت مبكر كنا نصطف مع بعض الناشطين اليوم الذين يدافعون ويستمتون في الدفاع عن الوجه القبيح لهذه الميليشيات، كنا نصطف مع بعض للدفاع عن حقوق الإنسان عندما كانوا يتعرض بعض الضحايا المحسوبين على الحوثيين للاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري أحيانا أو التعذيب، وكنا نظن أنهم بالفعل جادون في الوقوف إلى صف الإنسان أيا كان هذا الإنسان، بينما هم كانوا فقط يتخذون الحقوق والحريات والنضال السلمي والمدني مطية للوصول إلى مشروع عدواني متغطرس وعلى هذا النحو الذي نشهده اليوم. هم في الحقيقة الآن يعني يحاولون جر ملف حقوق الإنسان إلى المقايضات السياسية كما طرح الأخ توفيق، وهذه كارثة في الحقيقة. بل إنه السماح للمجتمع الدولي أو حتى لهيئات الأمم المتحدة بالقبول بهذا الفرز أنه هذه منظمات محسوبة على الحوثيين وتلك على الحكومة الشرعية غير منطقي. يفترض أن يكون هناك حقيقة، وجه واحد فقط للحقيقة، هو أن هناك عصابة ميليشاوية تمارس بل تمتهن الإجرام بحق الشعب اليمني، بحق المختطفين. هم الآن في الحقيقة، دعيني أقول لك، في الحقيقة أنهم يعني بعد أن أخذوا المجتمع اليمني رهينة
بأيديهم للمقايضة عليه، على حريته، على حقوقه، على حياته، مقابل بقائهم أو حتى وجودهم كفاعلين في الساحة أو في المشهد اليمني، هم إلى ذلك الآن يمارسون إيذاء واضح لضمير المجتمع اليمني عندما يقومون بتعذيب الضحايا والمختطفين في السجون بهذا الشكل ويعيدوهم إلى أسرهم جثث هامدة. نعم. طيب لو عدنا ل يعني وقفة اليوم التي قمنا بها السيدات، برأيك يعني هن التقين بممثل الأمم، عفوا هناك المسؤول في مكتب الأمم المتحدة وقدمنا رسالتهن، وهل تعتقد أنه تم إيصال هذه الرسالة، خصوصا أن هناك وعود بالنظر في هذا الملف؟ في الحقيقة هذه خطوة رائعة كما أشرت قبل قليل ومهمة، وهذا التحرك أيضا مهم ويفترض أن يستمر وينضم إليه يعني ناشطون، ورغم القمع الرهيب الذي تمارسه هذه الميليشيات صحيح، ويعني ضد الناس وضد أي صوت مدني يرتفع لمناهضة هذه الميليشيات، على الأقل ممارساتها القمعية وطغيانها. يفترض أن يكون للأمم المتحدة وممثليها حتى تبقى الصورة نظيفة لهذه المنظمة الدولية ألا تسمح لنفسها بالاستماع إلى مغالطات طرف الميليشيات ووجوهها الناعمة التي تمارس التضليل على هيئات الأمم المتحدة وتحاول تبرير هذا الإجرام الوحشي بحق الناس، بحق المختطفين. هذه مسألة واضحة ومفروغ منها، ويفترض أن تكون هيئات الأمم المتحدة على وعي كافي بخطورة الانزلاق في المربع الذي تريد جره إليها الوجوه الناعمة أو الناشطون التابعون لهذه الميليشيات، الناشطون الميليشاويون الذين يمارسون التضليل على هذا النحو. فيفترض بالفعل أن الأمم المتحدة والممثلين وموظفي الأمم المتحدة، وأنا أناشدهم في الحقيقة، لكن كان في السابق يعني في لقاء جنيف 2 وعود أيضا بالانتباه لهذه النقطة ولم يتم منها شيء، والآن يعني ربما هي أسهل المسألات، يعني المسألة في الحلول أن أعطيك وعدا ويعني لإرضائك. نعم، ولكن يعني هذا غير لائق بالنسبة لسمعة الأمم المتحدة ولصورة القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. الناس سوف يفقدون ثقتهم بهذه الهيئات وهذه المنظمات، بل أوشك الناس بالفعل أن يفقدوا ثقتهم تماما بهيئات الأمم المتحدة وبالناشطين، بل وحتى بالعمل المدني، العمل النضال المدني الحقوقي الذي بات اليوم يعني جزء من أدوات الميليشيات المسلحة في وجه الحقيقة وفي وجه اليمنيين وطموحاتهم وحقوقهم في الحرية وفي استعادة الدولة المختطفة. إذن اسمح لنا أستاذ توفيق أن نذهب إلى هذا الفاصل القصير ونعود إليك وإلى السادة المشاهدين. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى أستاذ محمد. أستاذ محمد، يعني كنا نتحدث عن الأمم المتحدة، هناك أيضا ملف المختطفين بعد حديث ولد الشيخ عن ما عرف بإجراءات بناء الثقة، يعني التي كان بينها إطلاق المختطفين والتي لم تتم حتى الآن، لا على المستوى السياسي ولا على المستوى الأفراد الذين تم جرفهم بمجرد لمحة شك، لماذا برأيك؟ يعني للأسف هذه الميليشيات في اليمن أولا لم تترك خيار لليمنيين غير المقاومة، يعني بكافة الوسائل بما في ذلك حق الدفاع المشروع عن النفس. يعني بالنسبة لتعثر خطوات بناء الثقة حسب ما أشيع سابقا في لقاءات جنيف، أعتقد أنه دليل واضح على يعني تلعثم هذه الميليشيات وعدم جديتها في الوصول إلى حل سياسي. يعني هي لا تقبل حل سياسي، مثل ما أشرت قبل قليل هي فقط اتخذت اليمن واليمنيين وحياتهم ومصيرهم وحرياتهم رهائن بأيديها للمقايضة على بقائها في السلطة. يعني نحن نتحدث اليوم للأسف الشديد عن عصابة لم نكن نتصور يوما ما أن تبسط نفوذها على اليمن وتمارس سياساتها في التسلط بهذا الشكل وعلى هذا النحو من الفاشية والإذلال والإهانة لليمنيين. يفترض
أن يكون هناك موقف واضح للمبعوث الأممي في اليمن ولد الشيخ ليبين ما الذي حصل بخصوص لقاءات جنيف ونتائجها، ولماذا لم يتم إطلاق سراح المختطفين خصوصا السياسيين، ولماذا لم يفك الحصار عن تعز حسب ما تم الاتفاق عليه أو أعلن عنه في أعقاب لقاءات جنيف. طيب أستاذ محمد، يعني ينضم إلينا أيضا عبر الهاتف الأستاذ وضاح اليمن عبد القادر الناشط الشبابي من الرياض. مساء الخير أستاذ وضاح. مساء النور. بداية أستاذ وضاح، برأيك ماذا عن الإعلام المساند للمختطفين في سجون الميليشيا؟ والله حتى الآن لم نلاحظ أي تحرك فعلي وجاد للإفراج عن المختطفين في سجون الرئيس المخلوع وميليشيات الحوثي. تحرك سياسي أم إعلامي أستاذ وضاح؟ هناك عدد من المختطفين العشرات أيضا، حتى هذه اللحظة لم يقوم الانقلابيون بأي حسن نية بالإفراج عن المختطفين رغم القرار 22/16 الذي كان من ضمن بنوده الإفراج عن المعتقلين السياسيين، الإفراج عن وزير الدفاع الصغيري، عن محمد قحطان، وعن كثير من الرموز التي الآن هي موجودة في سجن وميليشيات الحوثي. هم يحاولون أن يتنفضون من مسؤوليتهم الأخلاقية ولا يريدون أن يطبقون أي بند من هذه البنود. هم يبحثون، يحاولون أيضا البحث عن آلية تنفيذية مزمنة من أجل إفراغ القرار الأممي 22/16 من مستوى مثلما ما طوروا في وانقلبوا على مخرجات الحوار الوطني، مثلما أيضا حاولوا بأكثر من في فترات سابقة عمل آلية مزمنة بالمبادرة الخليجية من أجل إفشالها. هي معروفة هذه الميليشيات أنها أيضا تحاول انقلبت على كثير من الاتفاقيات التي كانت قد تم الاتفاق منذ الحروب عليها من قبل، منذ الحروب التي كانت بينها وبين في الفترة السابقة أيضا الحروب التي كانت في صعدة، كثير من أيضا من ضمنها الاتفاقية التي كانت مع قطر في فترة سابقة قبل عاصمة الحزم تقريبا قبل 3 أو 4 سنوات انقلبوا عليها. وعلى كل بنودها هم معروفين هذه الميليشيات بتوجهاتها وتصرفاتها، وليس غريب ذلك. نعم، ولكن أستاذ وضح، يعني في الآونة الأخيرة ربما تزداد المسألة سوءا، هناك من يموت من شدة التعذيب، وهناك أيضا سياسة التجويع التي تمارسها الميليشيا، وربما وقفة أسر هؤلاء المختطفين كانت يعني من حرقة هؤلاء الأمهات والزوجات والبنات أيضا على من يقطنون هذه السجون. كيف تقيم دور منظمات المجتمع اليمني المدني عفوا والناشطين الشبابين؟ منظمات المجتمع المدني المحلية كانت سواء عملت وقفات احتجاجية أو أبرزت انتهاكات هذه الميليشيات، هذه الميليشيات لم يعد يهمها هذا الأمر، بقدر ما نحتاج لمسألة حقيقية في حسم المعركة مع هذه الميليشيات، حسم المعركة عسكريا، خصوصا أن المقاومة وضعها على الأرض الآن قوي جدا، الجيش الوطني، لذلك لا يتم التفاعل مع هذه الميليشيات من ثم التعامل معها بأنها جزء من مكون سياسي يمني، لا، لابد أن تفهم المسألة، وعلينا أن نتحمل قليل من الألم من أجل المستقبل. نحن قد دفعنا الكثير من التضحيات، دفعنا الكثير من الشهداء، دفعنا الكثير من المعتقلين اليوم الموجودين في سجون هذه الميليشيات، لذلك أنا أطالب هنا بالقيس بحسم المعركة مع هذه الميليشيات حسم عسكري. لا بس سنتحمل، سنتحامل على جرحنا، سنتحامل على ما سببته لنا هذه الميليشيات لأجل المستقبل. نعم، طيب ما هو رأيك أستاذ وضاح بالضمير الأممي يعني الذي لم يتحرك حتى الآن لعمل أي شيء من أجل هؤلاء المختطفين إلا بعض الوعود هنا أو هناك؟ سيدتي العزيزة، كلنا يعرف دور المسؤول عن المنسق الأممي لحقوق الإنسان في اليمن، الدور المشبوه إلى جانب أن التقارير التي صدرت من المنسقية الأممية في اليمن لحقوق الإنسان لم تكن بالمستوى المطلوب، هناك دور مشبوه لهذه المنظمات في ظل سيطرة ميليشيات الحوثي، في ظل أيضا التواصلات التي يقيمها مع ميليشيات الحوثي، اعتمادهم أيضا على التقارير الصادرة من جهة واحدة، اعتمادهم على التقارير المنظمات التي تتبع أساسا في الحوثي. طبعا حزب الله وإيران كانوا قد عملوا خلال الخمس
السنوات السابقة من بعد ما ثورة 11 فبراير على دعم العديد من المنظمات ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، المواقع أيضا المنظمات الرافضة للانتهاكات وغيرها لصالح الانقلابيين. كانوا يعدون العدة لهذه المعركة التي تقوم الآن، وهم اليوم يستفيدون من هذه العدة ومن هذا الإعداد بالتجيش من أجل أن يقولوا أن مع الجرائم التي يرتكبوها هم بأنفسهم هي من التحالف العربي أو هي محسوبة على الشرعية. هذا الأمر معروف، لذلك لا بد أن تكون في آليات من قبل الحكومة الشرعية في التنسيق بين منظمات المجتمع المدني كما قلنا سابقا، التواصل مع الأمم المتحدة والضغط بشكل فاعل. قوات التحالف أيضا تضغط عبر مندوبيها في الأمم المتحدة من أجل طبح هذه الميليشيات. نعم، إذن طيب أستاذ وضاح، هناك يعني من يتحدث أيضا عن ملف أسود بالنسبة للمختطفين في السجون السرية وغير السرية، كيف تقرأ يعني تزايد عدد السجون واستخدام أيضا السجون الاعتيادية وتحويلها إلى سجون خاصة بالتعذيب وربما أسماء أصبحت واضحة ولكن لا نجد من يوقف هذه الميليشيا عن حدها؟ من سيوقف هذه الميليشيات عند حدها هو حتم المعركة العسكرية. هم الآن يحاولون كلما اقترب الحتم العسكري وانتهاءهم بعد أن تم منحهم أكثر من فرصة على مدار سنة، مرور سنة وأكثر من عام على الانقلاب، لم يبدوا أي حسن نية. لذلك هم الآن يحاولون أن يصنعون أكبر كم من الألم، وهم يعرفون أن معركة الحسم قد انتهت، لم يعد هناك من يثق بهم. سيصنعون كثير من الألم، سيحاولون ارتكاب المزيد من الجرائم، ما يرتكب اليوم في تعز، ما يرتكب في عدد من المحافظات، سيحاولون اعتقال أكبر كم من الناس، لكن هذه كلها سيتم فضحها أولا بأول. ما علينا هو رفض هذه الانتهاكات من أجل إعداد للمرحلة القادمة، من أجل تقديم هذه الميليشيات كمجرمي حرب أمام المجتمع الدولي. على الحكومة الشرعية أن تفعل كيفية الموافقة على اتفاقيات روما على محكمة الجنايات الدولية من أجل أن نستطيع إعداد الملفات من جانب إعداد أول فريق حقوقي قانوني متخصص من أجل تجهيز الملفات لهذه الميليشيات ومحاكمتهم بالفترة القادمة كمجرمي حرب، هم رموز نظامهم. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ وضاح اليمن عبد القادر الناشط الشبابي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ محمد، يعني هناك مواثيق دولية وأيضا يفترض بالمنظمة الأممية تجاه حقوق الإنسان في اليمن وتحديدا تجاه المختطفين، هناك أدوار كبيرة غابت أو غيبت. أستاذ محمد، كيف تقيم الدور الأممي؟ حقيقة أولا الدستور والتشريع اليمني يجرم التعذيب بشكل واضح في اليمن ويفرض عقوبات على مرتكبي جرائم التعذيب في حق السجناء، سواء تعذيب جسدي أو معنوي. ويعني ولكن للأسف طيلة الفترة الماضية حتى قبل الانقلاب لم نشهد أي محاكمات لمرتكبي جرائم التعذيب في السجون أثناء ما كان هناك دولة. يعني ربما هذا ما أتاح الفرصة، وهذا ربما ما أغرى الميليشيات على المضي في هذه الجرائم. بالإضافة إلى ذلك، يعني اليمن طرف في الاتفاقية مناهضة التعذيب وأيضا مصادقة على البروتوكول الاختياري الذي التابع للاتفاقية، الذي يفرض وجود آلية وطنية لمراقبة مراكز الاحتجاز وتنفيذ زيارات مفاجئة لهذه المراكز للإطلاع على ظروف الاحتجاز. في الفترات الماضية كنا في منظمة الكرامة تلقينا العديد من شكاوى التعذيب وقدمنا تقارير إلى لجنة مناهضة التعذيب وطالبنا أيضا بالعديد من التوصيات للحكومة اليمنية، لكن اليوم الإشكالية كما أشار أحد الزملاء المتحدثين أنه لا توجد سلطة شرعية أصلا في اليمن، يعني وهنا في إشكالية بالنسبة حتى لإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة في التعامل مع هذه القضايا، ولكن في هناك بالفعل إجراءات أخرى، يعني لن يفلت المسؤولون عن هذه الجرائم من العقاب. يعني هناك يعني بالإمكان أن يتم تقديم ملفات حتى إلى محكمة الجنايات الدولية لاحقا بإجراءات معينة، بالإضافة إلى أنه ينبغي في هذا السياق حشد كل الإمكانيات سواء للمنظمات والراصدين أو الحكومة اليمنية
باتجاه توصيف حقيقي وقانوني لهذه الميليشيات التحالف الانقلاب لتكون جماعة إرهابية بالفعل بامتياز، لأنهم مارسوا أبشع حتى من بعض التنظيمات التي توصف بأنها إرهابية وسلوكهم واضح. أظن أيضا أن هناك إشكالية في الوضع العام في مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي. هذه الميليشيات تحالف الانقلاب في اليمن، الحوثيين وحلفائهم أغراهم بارتكاب جرائم انتهاكات حقوق الإنسان على هذا النحو. ربما الممارسات القمعية والجرائم التي ترتكب أيضا من نظرائهم في العراق على يد الحكومة الطائفية أو نظام بشار الأسد والمجازر والجرائم التي يندى لها الجبين، وموقف المجتمع الدولي متفرجا أو على الأقل كان موقفا ضعيفا للغاية، كل هذه الظروف ربما تغري الآن الحوثيين لكن وحلفائهم. لكن أستاذ محمد يعني إن سمحت لي، هناك ممارسات لم يعهدها المجتمع اليمني، هناك يعني مثلا في التعذيب سياسة الجوع التي تمارس، التعذيب حتى الموت، وهناك أيضا اختطافات ومطالبة بالفدية، يعني ليست فقط مجرد اختطاف شخص أنا مختلف معه سياسيا أو مختلف معه، ولكن الآن يعني هناك تصيد ومع معروفون أنهم من طرف الميليشيا وبأسماء واضحة، تصيد لأبناء المسؤولين أو لمن يمتلكون محلات صرافة أو من يمتلكون، ويتم اختطاف أبنائهم ومطالبة بفدية كبيرة، يعني مبالغ كبيرة، يعني بشاعة وصلوا إليها بطريقة ربما يعني سريعة، ظهرت ملامحهم السيئة في خلال عام، ولكن يعني كيف يمكن أن نفسر مثل هذا الأمر، هذا التدهور السريع في الأخلاقيات وفي المجتمع؟ يعني في الحقيقة أنا لا أظن أنه جديد، ولكن لم يكن معهود بهذا الشكل، ربما كلما ضاق عليهم الخناق عسكريا لجأوا إلى مزيد من البشاعة، ولكن كما أشرت في بداية حلقتنا هذه الليلة إلى أن هناك ثقافة عنف تغذي الأحقاد في أفكار الأنصار ميليشية الحوثي وحلفائهم تجاه الآخر أيا كان هذا الآخر الذي ينظرون إليه ويوصفونه بتوصيفات عديدة تصل أحيانا إلى تكفيره واستباحة دمه. وسائل التعذيب والقمع التي مارسوها لا تقف فقط حتى عند مسألة البيع والشراء بأرواح الناس، يعني نوع من التجارة البشر، يعني حولوا السوق السوداء ليس فقط في المشتقات النفطية ولكن أيضا إلى السجون والمعتقلات والمختطفين. نعم. إنها نوع من تجارة البشر. الموروث الإمامي الذي تحدثت عنه، موضوع الرهينة التي كان، نعم الرهائن كان. نعم. بالفعل يعني الفكر الإمامي أو الذي تقوم عليه هذه الميليشيات، بالإضافة إلى ما أشرت قبل قليل السلوك المعهود لنظرائها في المنطقة أغراها على ممارسة هذا القمع الوحشي، يعني بدءا من الاختطاف، اقتحام المنازل أحيانا في أوقات الليل، ويعني قبل يومين تقريبا كنا يعني نعرف أنهم اقتحموا أحد البيوت وقاموا باختطاف أحد الشباب من هذا البيت، وعندما اعترضت شقيقته يعني ضربوها أو طعنوها يعني بآلات حادة. ف يعني واستمرارا لهذا المسلسل لا يقف المسألة عند فقط يعني نصبوا نقاط تفتيش ويختطفون الناس أحيانا بالهوية وتفتيش من خلال الجوالات ثم يبيعونهم السجون ويقيدون عليهم أيضا بالأموال. يعني هناك ناس أبرياء يجبرونهم على الاعتراف بجرائم لم يقوموا بها. بالضبط، هو هذا يعني التوصيف لجرائم التعذيب في اتفاقية مناهضة التعذيب، هو إذا إيقاع أي ألم جسدي أو معنوي للشخص أو للمحتجز بقصد إكراهه على الإدلاء بمعلومات أو الاعتراف بجرائم لم يرتكبها من قبل. يعني في الحقيقة الحديث عن هذا الملف المأساوي حديث مؤسف ومؤلم في نفس الوقت، وينم هذه الممارسات تنم، عودة إلى الإجابة عن سؤالك، تنم عن حالة مرضية غير عادية لهذه الميليشيات، يعني تكشف حجم الحقد الذي تم تغذيته في نفوسهم تجاه المجتمع اليمني. يعني في فترة سابقة كانوا يقايضون أحد أسر الضحايا على دفع فدية، وبعد أن دفعت الفدية شاهدوا هذا الشخص وابنه ممثل به يعني مقتول ومرمي في الجبل. يعني وهذه الممارسات ربما كلما ضاق عليهم الخناق عسكريا لجأوا إلى
مثل هذه الممارسات، وفي الحقيقة هذه أيضا مؤشر واضح على قرب نهاية هذه الميليشيات والتحالف. يعني بهذه الممارسات أستاذ محمد، يعني كيف يتوقعون أنهم سيستطيعون التعايش مع هذا المجتمع بهذا الشكل وبداخلهم هذا الغل الذي ظهر على أبناء الناس العاديين، وأيضا يعني إلقاء التهم لكل من يخالفهم الرأي؟ يعني أولا يستحيل بقاءهم كسلطة أمر واقع مهما حاولوا التمترس خلف المجتمع اليمني والضحايا الأبرياء والمدنيين، مهما حاولوا أن يمارسوا أو يكشفوا عن وجههم بهذا الشكل من الوحشية والفاشية. فضلا عن ذلك، يعني أنا في الحقيقة كنت واحد من قدموا نصائح لهؤلاء، انتقادات صحيح ولكن كانت في صورة نصائح أن يتخلوا عن هذا الفكر والثقافة الدخيلة على هوية المجتمع اليمني، أن يعودوا إلى أن يكونوا مواطنين صالحين مثل بقية الناس، وأن يتخلوا عن فكرة الاصطفاء، هذه الفكرة التي أورثتهم غرور واستعباد للآخرين ومارسوا بناء عليها كل هذا البطش والطغيان في حق الآخرين. نعم، هناك أيضا ما يفزع أستاذ محمد، يعني تعقيبا أخيرا، يعني هناك صفحات أنشئت سميت بقائمة العار في من يقف مع العدوان حسب قولهم، ومجرد التصفح مثل هذه الصفحات على الفيسبوك هناك كمية هائلة من الرعب تجاه يعني الشحن لجار، لزميل، لشخص كتب فيسبوك ربما بلغة بسيطة يعني شن هجوم عليه، هذا يقطن في صنعاء، يعني لنقول من هم خارج اليمن هم في مأمن نوعا ما، ولكن يعني هناك تحريض واضح وبلغة سيئة للغاية مليئة بالحقد على أناس يعيشون معهم في نفس المنطقة. كيف تسمحون لفلان أن يعيش في صنعاء وهو يكتب مثل هذا الكلام؟ وهذا ما يجعلنا نسمع يوما بعد يوم اختطاف أسماء ربما ليست مشهورة في الساحة الإعلامية مثلا أو السياسية، أو أسماء عادية تماما. يعني بالنسبة لهذا السلوك، هم في الحقيقة أولا مارسوا أو فرضوا حالة من العزلة على المجتمع اليمني، صادروا كل وسائل الإعلام كما تعرفين، كمموا الأفواه، منعوا أي حراك مدني سلمي في صنعاء والمدن الواقعة تحت سيطرتهم، وفرضوا حالة من العزلة، ثم بدأوا بإدارة المجتمع الواقع تحت سيطرتهم من خلال الإشاعات والتحريض ضد ما يسمونه العدوان والعدوان والعدوان، بينما هم في الحقيقة هم أساس العدوان وهم من بدأوا العدوان ابتداء وهم من فرضوا هذا العدوان. يعني إذا يسمونه عدوان يعني التدخل العسكري، هم من يتحملوا السبب في جلب هذه الحرب. يعني فالانتهاكات أيضا والتعذيب والاختطاف والقمع طال كما نعرف ليس فقط المعارضين السياسيين لكن حتى الصحفيين، يعني من لم يتمكنوا من اختطافه وسجنه وتعذيبه أطلقوا عليه الرصاص وأرهبوه وأرعبوه، المشردون من الصحفيين وأسرته. نعم، هناك المئات من الصحفيين فقدوا أعمالهم، المئات من الصحفيين مشردون خارج اليمن وفي مناطق أخرى وفي القرى وفي الأرياف هروبا من بطش هذه الميليشيات. نعم، شكرا لك أستاذ محمد الأحمدي المنسق القانوني لمنظمة الكرامة في اليمن. شكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في الأسبوع المقبل، كونوا برعاية الله وأمنه.